السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نكمل في الموديل 5 Implementing EP V4. فاحنا مازال في الموديل 5 ومازال احنا مازال كنديروا البريزونطاسيون على النيتوركين وعلى كنديروا الانتروداكشن على النيتوركين. فوصلنا للاو اس اي موديل، فنرجعوا لهنا. شوفوا هنا شفنا في لا فيديو اللي داز شفنا هاد الشيما، يعني كيفاش الداتا كتمشي، يعني واحد الداتا من هنا من البي سي ان بي سي دو كيفاش كتمشي. دابا غادي نطيو كل لاير بوحده، يعني غادي نشوفو في لابليكاسيون لاير شنو كيوقع فيها ولا بريزنتيشن والسيشن وحنا غاديين. فغادي نشوفو اول حاجه البريزنتيشن لاير، هنا نكتبوها هنا الابليكيشن لاير، ابليكيشن لاير. فنشوفو الابليكيشن لاير شنو كيوقع فيها. ابليكيشن لاير شنو غادي يوقع فيها؟ فالابليكيشن لاير تو سامبلومون هنا هكا، فالابليكيشن لاير فاش كنهضروا على الابليكيشن لاير فغادي نهضروا على واحد الحاجه اللي مهمه. شنو هي؟ فالابليكيشن لاير هي داكشي اللي كتشوفو اللي كيشوفو اليوزر، يعني اليوتيليزاتور اللي كيشوفو، يعني كيبسميه بلو بسميه ديالها كنقراو لابليكاسيون، يعني داكشي اللي كيشوفو اليوتيليزاتور، يعني داكشي اللي غادي يشوفو شنو هو اليوتيليزاتور اليوزر. ف باش نديرو لها واحد ديفينيسيون غادي نديرو لها بروفايد نديرو لها بروفايد بروفايد دا انترفيس فور يوزر ديل ويد بروبر سيرفيس نيدد، يعني بروفايد انترفيس هو هي كتمثل واحد الانترفاس، يعني الانترفاس مع ليتيليزاتور، يعني مع سيرفيس، يعني احسن اكزومبل نقدروا نعطيوها لابليكاسيون لاير ابليكيشن لاير هو البراوزر، هو البراوزين، يعني فاش كنبغيو نفتحوا واحد البراوزر ونتكونيكتاو نتكونيكتاو لجوجل ولا نتكونيكتاو لهوت ماي ولا الاوتلوك ولا شنو كيوقع لنا، راه كنخدموا واحد لابليكاسيون. شنو تميز هذاك لابليكاسيون؟ هي البراوزر. فاحنا داكشي اللي كنشوفو في البراوزر هو اللي كنشوفو حنا، يعني هو هذيك هي لاكوش ديال لابليكاسيون لاير، يعني هذيك هي لاكوش ابليكيشن لاير، هي كوش هي ابليكيشن لاير، يعني ماشي كوش ديال لابليكاسيون لاير، هي ابليكيشن لاير، حيت لاكوش بالفرنسي ولاير اون انجلي. ف يعني قلنا في الاول هي انترفاس فور يوزر ديال هنا ندير لها هكا، وغادي نزيدو نعطيوها واحد ديفينيسيون اخرى، نقولو it is responsible for making the proper data preparation for the proper service. يعني شنو كدير؟ it's responsible انا نجيبو هكا قالك it's responsible for making the proper data preparation for the proper service، يعني كتقدم لك واحد لابليك اي سيرفيس كتعطيها، يعني شنو غادي تحتاج؟ بحال غادي نشوفو غادي نديرو البراوزين شنو غادي نحتاجو؟ نحتاجو واحد البراوزر، يعني واحد البراوزر باش نخدمو. اذا داك البراوزر شنو هو؟ هو ابليكاسيون، يعني داك ابليكاسيون هي اللي غادي نحتاجوها فين؟ في البراوزين، في واحد السيرفيس ديال البراوزين. ف غادي نهضروا دابا على واحد الحاجه مهمه، على لي بروتوكول اللي كيخدموا في لابليكاسيون لاير. يعني شنو هما لي بروتوكول؟ قلنا بروتوكول شنو هو؟ هو سيت اوف رولز، عقلو مزيان،
هو مجموعة من الروز ولا اونسومبل دي رول. ف شنو هما لي بروتوكول ولا لي زابليكاسيون اللي كيخدموا في هما لي بروتوكول اللي كيخدموا في هاد لابليكيشن لاير؟ بروتوكول ديال ابليكيشن لاير. شنو هما لي بروتوكول اللي كيخدموا في اللي نقدروا؟ كاين البراوزين باش كنديروه بالاتش تي تي بي ولا اتش تي تي بي اتش تي تي بي اس. شنو كاين الاف تي بي، اف تي بي ولا تي اف تي بي. شنو الفرق ما بين الاف تي بي والتي اف تي بي؟ فالاف تي بي كيدير الابلود والداونلود لي فيشي لي كبارين، يعني السايز ديالهم كيكون كبير، مي تي اف تي بي كيدير يعني كدير به لي فيشي دو كونفيغوراسيون لي زيماج، كنخدمو بزاف في سيسكو. ف اف تي بي و تي اف تي بي شنو كنلقاو؟ كنلقاو اس ان ام بي. اس ان ام بي علاش كان علاش فين كنخدمو؟ اس ان ام بي، اس ان ام بي في سوبرفيزيون، يعني باش كنديرو سوبرفيزيون لواحد نيتورك كيعطينا دي زانفورماسيون على لي ماتيريال، على اي حاجه عندنا في النيتورك، لي طا ديالها شنو وقعلها، يعني كنخدمو باش ب اس ان ام بي، يعني واحد البروتوكول ديال سوبرفيزيون. وهاد اس ان ام بي كيخدم مع ناجيوس، كيخدم مع بزاف ديال بي ار تي جي، كيخدم بزاف مع لي زوتيل ديال السوبرفيزيون. فهذه مزيانه. كاين واحد مهم، كاين دي ان اس. فدي ان اس شنو كيدير؟ دومين نيم سيرفيس ولا سيرفر، يعني شنو كيدير؟ كيدير كي كيدير كونفيرتيك من لادريس اي بي الدومين ولا من الدومين لادريس اي بي. وقلنا فاش هضرنا على في الموديل في الموديل اللي دازو، قلنا هو كيكون هو ريسورس لوكيتور، يعني هو اللي كي لوس ريسورس لوكيتور في واحد الدومين، يعني هو اللي كيقول لك فين راه الدومين كونترولر. شنو كيدير؟ شكون هو اللي كيلعب الدومين كونترول في واحد في واحد في واحد الدومين ولا في واحد النيتورك ولا في واحد الفوري؟ فاهم مزيان. ف غادي ندوزو نلقاو دي اتش سي بي. دي اتش سي بي شنو كيدير؟ دي اتش سي بي كيعطي لي زادريس اي بي، يعني داك لي زادريس اي بي اللي كيعطيهم دي اتش سي بي شنو كيعطي؟ ماشي كيعطي الادريس اي بي، كيعطي الكونفيغوراسيون اي بي، يعني شنو مجموع في داك الكونفيغوراسيون. تقدر تلقى الاي بي، السابميت ماسك، الجيت واي، بزاف دي ان اس، يعني كيعطي الكونفيغوراسيون اي بي. عقلوا عليها مزيان. دي اتش سي بي كاين واحد سميتو اس ام تي بي. اس ام تي بي شنو كيدير؟ اس ام تي بي هو سيمبل ماي ترانسفير بروتوكول. شنو كيدير؟ هو ديال لي زيمايل، يعني هو اللي كي باش كتصيفط شي ايميل ولا شي اونفاي، باش كتونفاي شي ايميل شي واحد، يعني شنو خصك تخدم؟ بروتوكول اس ام تي بي. مزيان. دابا شفنا لي بروتوكول اللي غادي نخدموهم، باش اللي كنخدموهم كيكو بروتوكول اللي غادي اللي كيكونوا فين؟ في الابليكيشن لاير. والابليكيشن لاير هو قلنا هي الانترفاس ما بين اليوزر ما بين لي زيتيليزاتور، يعني هي اللي كيشوف اليوزر. مزيان. فقلنا هادي ابليكيشن لاير. دابا ابليكيشن لاير راه هي هنا، هاي دابا حنا هنا. دابا غادي نمشيو للبريزنتيشن، بريزنتيشن لاير. هنا غنكتبو بريزنتيشن لاير. راه حتى هي presentation. لا presentation لاير. هادي presentation لاير. هكا فالبريزنتيشن لاير الى جينا نشوفو لاش شنو كنديرو فيها. بريزنتيشن لاير هنا هكا. فهادي شنو كدير هاد البريزنتيشن لاير؟ فسهله بريزنتيشن لاير كدير واحد الحاجه مهمه بزاف، كدير بزاف ديال لي شوز، يعني بزاف ديال. اول حاجه اللي كديرها شنو هي؟ اللي نكتبو وحده تحت وحده. ف كدير نصغروا الخط. اول حاجه شنو كدير؟
كدير داتا داتا كومبريشن، كدير شنو هو شنو اخر كدير كدير داتا داتا دي كومبريشن، شنو كدير الداتا شنو كدير داتا كدير داتا انكريبشن انكريبشن انكريبشن، كدير داتا دي ديكريبشن، شنو هو كدير داتا ترانسليشن. مزيان، يعني كدير هاد الخمسة ديال يعني ديال لي شوز، يعني كدير داتا كومبريشن داتا دي كومبريشن داتا انكريبشن داتا ديكريبشن دي ديكريبشن والداتا ترانسليشن. فشنو كتعني بريزنتيشن لاين؟ الا جينا نشوفوا لا واحد نعطيو لا واحد غادي يجي شي واحد يسول كيقول لك شنو هو شنو هي البريزنتيشن لاين، شنو هما لي فانكشن ديالها، يعني داك الفانكشنز ديالها شنو هما، هما الداتا كومبريشن داتا ديكومبريشن داتا انكريبشن والداتا ديكريبشن والداتا ترانسليشن. فهذه مزيانه، مي الا جيت تعطي واحد ديفينيسيون يعني بريسيز ولا اكزاكت، يعني شنو كتقول له؟ كتقول له it is responsible for finding common data representation representation between sender and receiver. هكا يعني it's responsible for finding common data representation between sender and receiver. يعني هاد التعريف هذا كيجمع هاد الشيء كامل، يعني هاد البريزنتيشن لاير، يعني دا حنا الابليكاسيون لاير داكشي اللي كنشوفوه حنا، يعني داكشي اللي كنشوفوه حنا، مي البريزنتيشن لاير داكشي اللي كيشوفوه البي سي، يعني داكشي اللي كيشوفوه تشوفو لا ماشين، يعني كيفاش كتشوف الداتا هي، يعني حنا كنشوفو الداتا فاش كنفتحو البراوزر كنشوفو لي زيماج كنشوفو لي فيديو كنشوفو لي، يعني داكشي اللي كنشوفو حنا، مي بي سي راه ما كيشوفوش بالطريقه ديالنا حنا، فهو كيشوفو على حساب الطريقه ديالو، يعني هو اللي كيشوفو، يعني هو اللي كيدير له الكومبريس، كيشوفو اما بكومبريسيون دي كومبريسيون، كيشوفو مكريبتي، كيشوف الفيديو بوحدو، كيشوف كي 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 كنقولوا كي بحال دابا جاتو واحد الباج فيها لي فيديو الاوديو بزاف، كيبقى كيقسم الاوديو بوحده، كيقسم الفيديو بوحده، كيقسم الداتا بوحده، كيقسم لي دوكيمون بوحده، يعني هو كيفاش كيشوف داكشي، يعني حتى البريزنتيشن لاير راه كتسمى داتا، مي لي دوني من وجهة نظر البي سي، مي الابليكيشن داكشي اللي كنشوفوه حنا، يعني داكشي اللي كنشوفوه حنا ما فاش كنهبطوا البريزنتيشن، فداكشي اللي كيشوف البي سي. فالكومبريشن راه معروفه، دي كومبريشن يعني كات دي كومبريشن، انكريبشن كتكريبتي، دي كومبريشن كتديكريبتي، ترانسليشن. فمزيان هذه البريزنتيشن لاير، دابا مزيان غادي نجيو دابا شفنا اللاير بريزنتيشن لاير، دابا بقى لنا غادي نهبطو، ها هو هنا بريزنتيشن ابليكيشن بريزنتيشن وستيشن، دابا وصلنا ستيشن، هنا ستيشن لاير ستيشن لاير. مزيان دابا وصلنا ستيشن لاير، غادي نشوفو داك ستيشن لاير شنو كدير، يعني شنو هما لي فانكشنز ديالها، يعني داك ستيشن لاير شنو هما لي فانكشنز ديالها. دابا الداتا كانت في الابليكيشن، هبطت البريزنتيشن، شنو كيوقع لها؟ كيوقع لها اما الكومبريشن اما الديكومبريشن اما انكريبشن اما الديكريبشن اما ترانسليشن،
يعني نربطو السيشن لاير. فالسيشن لاير هي باش نشوفو واحد السيشن لاير بحال غير التسمية ديالها هي سيسيون. يعني فاش كنقولو سيسيون يعني كنفتحو واحد سيشن. السيشن معامل مع واحد الهوست ولا مع واحد السيرفر. ولا فاش كنفتح انا براوزر كنفتح البراوزر وكان نكتب واحد السيت يعني كنفتح واحد السيسيون كانت كونيكتا مع داك السيرفر. يعني الا فتحت بزاف ديال اللي فاش كنفتحوا بزاف ديال لي طاب ولا بزاف ديال لي زونغلي يعني بزاف. يعني شنو كنفتحوا بزاف ديال لي سيشن. يعني شكون اللي كيكون ريسبونسابل باش يدير لك يفتح لك بزاف ديال لي سيشن او ميم طون ولا ان سيم تايم. شكون هو هي هي سيشن لايف. عقلوا عليها مزيان. فباش نديروا لها واحد ديفينيسيون مزيان نديرو لها سيشن سيشن لاير. نديرو لها هيلبس with keeping the data separated when communication happens to be with several pairs. يعني هيا غير هذا هو الديفينيسيون اللي هضرتكم عليه في الاول. مي هذا ديفينيسيون تكنيك. يعني ما غاديش يسولك شي واحد ما غاديش تبقى تقول له بالعربيه وهادي غادي تقول له داك الشيء تكنيك. تقول له ستيشن لاير هيلبس ويز كيبين هنا كيبين هكا ويز كيبين ذا داتا سيباريتد وين كوميونيكيشن هابنز تو بي ويت سيفيرال بورز. فانت فاش كتفتح البيسي وكتفتح بزاف ديال كتفتح الانترنت اكسبلورر كتفتح الموزيلا كتفتح الكروم كتفتح انترنت داك انترنت ايج كتفتح بزاف ديال لي زابليكاسيون. يعني شكون اللي كيفرق لك ما بين هاد لي زابليكاسيون. كل ابليكاسيون عندها واحد لو الفونكشن ديالها كتبقى بوحدها. شكون اللي كيسيباريها. فهي سيشن لاير هي اللي كتسيباري هاد كومينيكاسيون. قولوا عليها مزيان هي اللي كتسيباري هاد الكومينيكاسيون. فهي كدير هاد السيشن لاير. فهي كدير ثلاثه ديال الفانكشن معروفين. عقلوا عليها مزيان غادي نكتبوهم. كدير سيشن مانجمنت اند كنترول. هادي مزيانه كنترول. شنو كدير الثاني. كدير سيشن تيرمينيشن. كتب سيشن تيرمينيشن يعني شنو كدير. كتفيرمي السيسيون. يعني السيسيون كتكون مفتوحه يعني فاش كتفتحها شنو كدير. كدير لا تيرمينيشن يعني. وهنا غادي نجيو هنا كدير واحد الحاجه مهمه هي السيشن. سيشن اس تاب لي استاب ليش مانت مزيان. يعني كدير سيشن كتابلي سيشن ابخي كدير لها المانجمنت ابخي شنو كدير لها. كدير لها سيشن تيرمينيشن مزيان. دابا هنا مزيان. دابا شفنا ثلاثه ديال لي لاير. يعني شفنا البريزنتيشن شفنا ابليكيشن لاير شفنا بريزنتيشن لاير والسيشن لاير. دابا مزيان. دابا راه حنا غاديين مزيان. فهاد ثلاثه هنا كاينه واحد شنو كاين هنايا. فاش كتكون الداتا في الفورما ديال الداتا اول مره فكتكون الداتا سميتها كتكون بي دي يو. هاد البي دي يو هي سميتها بروتوكول داتا يونيت. فهذا شنو كيوقع له كياخذ بزاف ديال الاشكال. ففي الابليكاسيون كيدي واحد كيولي في شكل كيهبط البريزنتيشن سيشن ترانسبورت كنسميوه. يعني كيبدل السميه. في الاول هاد الداتا كتكون سميتها في اول كتشوفها كتلقاها كتكون سميتها بي دي او. مي هاد البي دي او في الابليكاسيون والبريزونتيشن والسيشن والترونسبورت والنيتورك والداتا لان كيتبدلو السميه. ففي الابليكاسيون كيولي سميتو
كيولي سميتو هنا داتا، هنا حتى هنا شنو داتا، عقلوا عليها مزيان داتا. و حتى في السيشن كيولي سميتو كيولي داتا. يعني شنو قلنا هاد البيديو كيدي سميه ديال داتا، نديرو لها هكا. دابا راه حنا غادي نغيب غاديين في الشيما ديالنا هكا. علاش قلت لكم في الاول بلي الداتا في لابليكاسيون لاير، الداتا كيفاش كنشوفوها حنا، مي البريزنتيشن في الداتا كيفاش كيشوفها البي سي. في السيشن حتى هي كتبقى سميتها داتا. دابا راه مزيان. ف نتمنى تكونوا استفدتم هاد لا فيديو، ونكملوا في لا فيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو هاد لا فورماسيون مع اصحابكم ومع الناس اللي انتريسيو. السلام عليكم.